النهاردة بقى في تحدي جديد. طبعا شايفين البيتزا دي بيتزا شرقي، تمام، ومعنا البيبس. التحدي النهاردة عبارة عن ايه؟ البيتزا دي انا اكلها بوقت، وقت هو الحاجة الساعة، في 5 دقايق. طبعا انا عاقب نفسي لو عدى 5 دقايق وما اكلتش البيتزا دي، والعقاب اهو. قرن فلفل زي ما انتوا شايفين كده، عذاب، شايفينه. نفتح الحاجة الساعة الأول. نظبط الوقت معانا. طبعا وانت هتشوف الوقت بقى مع العداد الفيديو الطبيعي يعني، تمام. بسم الله، هنشيل قرن الفلفل ده على جنب، ان شاء الله مش هنعوزه يعني. لو انا ما قدرتش اكل البيتزا ديت، زي ما انتوا شايفين البيتزا دي مش صغيرة يعني ولا كبيرة، يا وسط يعني، لما قدرش اكلها في 5 دقايق عاقب نفسي اكل قرن الشطر. يلا نبدأ الوقت، ثواني بس اظبط حاجة هنا. طبعا ده مخلل اهو، بره التحدي. هو التحدي على البيتزا والحاجة الساعة. بسم الله، يلا نبدأ. بسم الله،
الحمد لله. في 4 دقايق، 4 دقايق الا 7 ثواني، خلصتها في 4 دقايق. الخوف كان من ده، الحمد لله ما كرتوش. مش متخيل انا اكل البيتزا مع الحاجه الساعه في 4 دقايق. البيتزا كانت مليانه، كانت معشيه يعني. بص على الوقت وشغال، الحمد لله ما كملتش ال4 دقايق. ويا ريت اي حد اتفرج على الفيديوهات ديت، بالذات الاطفال الصغيره، ما يقلدنيش. انا عارف انا باكل ازاي يعني، عشان ما حدش يتضر. نصيحه يعني، يا رب الفيديو يعجبكم، وكل سنه وانتم طيبين. وان شاء الله باذن الله تشوفوا الفيديو الجديد، مع الف سلامه.